بالفعل سي جمال، اليوم يعني الحضور ديالنا في البلاطو لان الحاله بالفعل حرجه، وخصنا نعرفوا على ان هذا التكاثر في العدد الحالات اللي اليوم وصل ل1000 غادي يعطي واحد الارقام. ديشاش كنقول لك عندنا ارقام اخرى جايه يعني من وراء هذا الشيء كله اللي غادي تعطينا عدد الحالات الحرجه. اليوم المغرب يعني جهه الدار البيضاء سطات ومدينه الدار البيضاء على الخصوص كتشكل 30% من مجموع حالات المغرب. مدينه الدار البيضاء لوحدها تشكل 30% من مجموع عدد الحالات يعني ديال المغرب. عندنا اليوم 104 ديال الناس يرقدون داخل مراكز العنايه المركزه. مركبين تيوب التنفس الاصطناعي. فوالا يعني رقم يخيف شيئا ما، لان 104 ديال الحالات مجموع المغرب اليوم فيه 240 حاله حرجه داخل العنايه المركزه. الدار البيضاء لوحدها فيها 104 ديال الحالات الحرجه، علاش؟ لهذا ناتج على ذاك 5% اللي كنتكلموا عليه، كل 1000 حاله راه غادي تعطينا 50 حاله، فطبعا هذا التراكم ديال هذه الايام اعطى هذا العدد اللي هما في قسم العنايه المركزه. كاينه واحد الفئه معينه يعني ديال الناس اللي تصابت واللي للاسف يعني معدل الممات اللي شفناه هو فوق 65 سنه، 71% ديال الناس اللي توفاوا للاسف السن ديالهم فوق 65 سنه. وهذا يعني حتى هو مؤشر اللي كيخلينا اننا نوضعوا تساؤلات عديده. هاد الناس اللي عندها فوق هاد السنه هاد السن ماشي الناس اللي كتخرج الزنقه، ماشي الناس اللي يعني اللي عندها حركيه داخل مدينه الدار البيضاء، وبالتالي هنا غادي نتفاوض غنسالوا العوامل.